خلينا نروح سريعا ناخد الكابتن وائل عزت، طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. يا كابتن وائل مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم، ومساء النور على كل جمهورنا الحبيب ومشاهدي النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. طمنا كابتن وائل على استعدادات النادي الاهلي لاستضافه مختلف البطولات اللي انتوا بتحاولوا خلال المرحله المقبله ان شاء الله ان هي تكون متواجده داخل النادي الاهلي. والله احنا زي ما حضرتك عارفين ان احنا ان شاء الله في صدد ان احنا ننظم بطوله عربيه لكره الميه ان شاء الله في شهر 11، بس لسه احنا يعني في مراسلات بيننا وبين الاتحاد المصري عن طريق الاتحاد العربي. عارف حضرتك احنا ما نقدرش نراسل الاتحاد العربي، لازم في الاتحاد المصري هو اللي يتم. في ان شاء الله ربنا يسهل احنا في صدد برضه ان احنا نعمل بطوله دوليه، بس لسه ما حددناش الميعاد والوقت. وبخلاف كده بقى الاستعدادات العاديه اللي هي لجهاز العاب الماء كله، من سباحه لغطس لباليه لكره ميه. وحضرتك انت عارف ان احنا لسه امبارح مخلصين يعني نسبه كبيره قوي من بطوله القاهره، فاضل لنا مرحله 2006 والحمد لله الحمد لله حصلنا على كل المراحل ما عدا 2005 اولاد وبنات. تمام كابتن وائل، يعني عايز اتكلم بالتحديد عن التكريم بتاع الامس، واللي يمكن كان شيء معنوي مهم جدا بالنسبه للاعبي ولاعبات النادي الاهلي في السباحه. يعني كلمنا اكتر بشكل اكبر طبعا عن هذا التكريم. يعني انت عارف حضرتك امبارح تشرف مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بوجوده في البطوله، ودي كانت دفعه قويه للسباحين. وتم تكريم السباحين اللي كانوا في البحر الابيض من علي خلف الله، كان حائز على الميداليه البرونزيه وكسر رقم مصر ورقم العرب، كسر الاثنين حاجز 22 ثانيه، وتم تكريمه في وسط السباحين كلهم. ودي شهاده جميله تبقى يحتذى بها الاولاد الصغيرين اللي هم يطلعوا زيه كده وابطال واحسن ان شاء الله ان شاء الله. طب تكريم محمد سامي، لسه هسالك عن محمد سامي بصراحه، واللي حقق رقم قياسي كبير جدا رقم مصر في 50 باك منطقه القاهره، وبالصدفه كان في وجودهم، فدي كانت لفته طيبه جميله جدا. والحمد لله يعني الناس كلها كانت مبسوطه، وان شاء الله مزيد من الانجازات ان شاء الله في خضم المنافسات القويه اللي احنا بنشتغل عليها. طب كابتن وائل، ابرز المنافسات القويه اللي هتشتغلوا عليها الفتره الجايه هتكون ايه، وهتستعدوا لها ازاي في الجهاز بشكل عام؟ يعني والله حضرتك عارف ان احنا عندنا يعني بطولات الجمهوريه في احتراف جهاز العاب الماء بيمثل خمس العاب. عندنا بطولات الجمهوريه كلها، من بطوله الجمهوريه السباحه، بطوله الجمهوريه الغطس، بطوله الجمهوريه الباليه، بطوله الجمهوريه لكره الماء. ان شاء الله بمشيئه الله احنا خلصنا بطوله القاهره، هي خلاص على 15/6 هنخلصها، هنخش في بطوله جديده للاتحاد التحديث اسمها بطوله كاس الاتحاد في شهر 8. دوري كره الميه هيبدا ان شاء الله من شهر 9. بطوله كاس مصر للغطس هتبدا في شهر 9. تمام. بطوله الباليه تبدا في شهر 12 ان شاء الله، شهر 2. واحنا الحمد لله كله دلوقتي على قدم وساق لغايه ما نتاهل للمنافسات الاقليميه المحليه بتاعت مصر ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى للجهاز بشكل عام واللاعبي ولاعبات النادي الاهلي في السباحه كل التوفيق خلال البطولات المختلفه اللي ان شاء الله هيشاركوا فيها خلال الموسم الجديد.